بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بقى إن شاء الله هنتكلم على أمثلة حقيقية بقى من الماشين ليرنينج، بأن إحنا هنشوف داتا ست حقيقية وهنبتدي نشتغل نشوف الشغل بتاعنا هيتم عليها إزاي. وأنا زي ما قلت لحضراتكم قبل كده في أول السلسلة إن في مواقع كتير بتجيب من عليها ممكن تجيب من عليها داتا سيتس، وفي كمان حاجات بتبقى داتا سيتس نازلة مع البايثون نفسه، مع اس كي ليرن مثلا. فاس كي ليرن لو كتبت عملت بحث اس كي ليرن داتا سيتس هتلاقي في داتا سيتس موجودة مع اس كي ليرن تقدر تنزلها على طول، واوبن ام ال زي ما احنا وريت لحضراتكم قبل كده. احنا النهاردة بقى هناخد موقع من احد المواقع المتميزة في الموضوع ده، اللي هو اسمه موقع كيجل. طبعا حضرتك فتحت الموقع كيجل دوت كوم وكتبت سيرش فوق هتلاقي فيه كمية داتا سيتس طبعا كبيرة جدا، وبتنزل حاجات كتير وخلافه. انا اخترت كيجل النهاردة بالذات مخصوص عشان في نقطة فيه مهمة جدا. انا مثلا جايب داتا سيت قدامنا اهي، اللي هي اسمها بيما انديانز دايابيتس داتا سيت داتابيز. الداتابيز هنا ديت بننزلها المعهد الوطني ناشونال انستيتيوت للسكر لامراض السكر والجهاز الهضمي والكلى في الهند، ومنزل داتا سيت ديت فيها بيانات عن المرضى، وبيقول لك في الاخر فيها بقى التشخيص بتاعهم هل عندهم سكر ولا لا. فالسؤال هنا بيقول التارجت بتاعنا ان هل لو احنا حضرتك تقدر تعمل accurate prediction تقدر تخمن تقدر ان المريض دوت عنده سكر ولا لا من الداتا بتاعته. طبعا الداتا سيت كانت كبيره اللي نازله هنا، مختارين جزء منها واخدين اللي هو كلهم فيميلز كلهم سيدات يعني، ومن سن 21 سنة، من سن 21 سنة وانت طالع يعني. فاحنا الجميل بقى انها اختيار هنا الموقع طبعا رقم واحد، انت هتلاقي فيه بيانات هنا على الداتا سيت تقدر تعملها طبعا داونلود. مهم جدا طبعا زي ما احنا قلنا الداتا سيت انت تفهمها في الاول، تكون فاهم كل التفاصيل بتاعتها والديتيلز بتاعتها، لان هنحتاج الكلام ده زي ما احنا هنشوف دلوقتي. فبيجيب لك اول حاجه هنا جميله في الموقع ده ان بيجيب لك كل التفاصيل بتاعت الداتا سيت، مش بس فقط حجمها، لا ده كل عمود في الداتا سيت هنا بيشرحه لك، ويديك كمان الهيستوجرام بتاعه التوزيع بتاع الداتا عامل ازاي زي ما احنا شايفين كده قدامنا. حضرتك تشوف بقى العمود كلها 9 عواميد، تقدر واحد واحد فيهم تشوف الداتا بتاعته، وعارف شكل الداتا بيبقى عامل ازاي من قبل ما تعمل داونلود. طب ممكن تعمل داونلود فوق من هنا مثلا او فوق خالص من هنا. السبب التاني بقى اللي انا اخترت عشانه موقع كيجل برضو، دي حاجة كويسة ليك حضرتك في الاول انت بتتدرب. هتلاقي هنا جنب الداتا هنا هتلاقي فيه اللينك كده مكتوب عليه الكود، لو حضرتك دوست على الكود دوت، انا بس عشان الداونلود دوست عليه هو بالفعل، هتلاقي فيه جايب لك كل الكودز اللي الناس منزلاها هنا على الداتا ست دي. هتلاقي كده دي كلها مجموعة من الكود، كل واحد فيهم بعمل حاجات مختلفة باستخدام الداتا ست اللي موجود دي. فطبعا لو حضرتك فتحتها وتلاقي الكود جوه ومشروح طبعا شيء جميل جدا، ولكن هنا انا لاحظت في حاجة مهمة بس تعملها، ان هنا حضرتك اختار الموست فوتس. موست فوتس هي بتبقى على الهوتنس اللي هو الحاجات اللي نازلة حديثا، دي مش شرط يكون الكود قوي قوي، لكن لو حضرتك اخترت الموست فوتس بيبقى هنا الاكواد اقوى والناس مديلها تصويت كتير زي ما احنا شايفين كده، ده واخد 611 صوت، اللي بعديه 390 وهكذا. فهناخد كمثال النهارده هنبتدي نناقش الراجل ده عمل ايه، اللي هو ستيب باي ستيب دايابيتس كلاسيفيكيشن. ادي الصفحه بتاعته احنا فتحناها ايه، وانا عشان تسهيلا عشان الشرح على طول زي ما احنا عارفين بتفتح جنبك الجوبيتر نوت بوك زي ما احنا ماشيين في السلسله بتاعتنا، على طول تعمل كوبي وبيست وتحط وتنفذ بقى انت وبعينيك وتشوف الخارج دوت بعينيك بنفسك. لو حبيت انت كمان تعمل تشيك على حاجات تانية غير اللي هو عملها. طبعا انا هنا اخدت كوبي وبيست. طبعا انت الاول هنا اعمل داونلود للداتا سيت زي ما احنا شايفين، لان الموقع كيجل هنا الداتا سيت دي لازم تعمل لوج ان بالاكونت بتاع الجيميل بتاع حضرتك او الجوجل بتاع حضرتك، اعمل لوج ان. فلو احنا حطينا هنا اللينك على طول مش هينزله لك مباشره زي ما استخدمناها قبل كده في اوبن ام ال والكلام ده، لان الداتا سيت لازم تكون عامل لوج ان. فحضرتك اعمل داونلود للداتا سيت ديت، وانا البرنامج هنا اللي الراجل ده عامله انا عملته على طول في فايل، ان شاء الله برضو هديك اللينك بتاعه عشان نبتدي نناقشه سوا. هتعمل بقى داونلود للداتا سيت، هي اسمها diabetes دوت سي اس في، وحطها في نفس اللينك
اسف نفس الفولدر بتاع الفايل بتاعنا دوت. طبعا تقدر تعمل انت الفايل ده، انا قلت لك انا على طول عامل كوبي بيست، بس انا تسهيلا حطيته هنا عشان اشرح عليه على طول. طيب عايزين بقى نبتدي، احنا بنشوف الداتا سيت دي لاول مره، عايزين احنا ندرسها، عايزين نبتدي نشوف شكلها ايه، احجام حجمها ايه، الداتا اللي فيها ايه وهكذا. طبعا زي ما احنا اتعودنا قبل كده، احنا اول حاجه ممكن نعملها اللي هي داتا سيت، تكتب داتا سيت، انا سميتها هنا دايابيتس داتا. ممكن تعمل اول حاجه دوت شيب، الشيب هو ابسط حاجه زي ما احنا قلنا، او اول حاجه بنبدا بيها، بيعرفك شكل الداتا عامل ازاي. هو بيقول 768 صف في 9 اعمده. طبعا احنا عايزين نشوف بقى حاجه حاجه موجوده ايه. هنقول اول حاجه دوت هيد، هنشوف الاولها. طبعا ما دام حطيتش رقم هنا هيقول لي اول 5 صفوف فيها على طول، زي ما احنا شايفين ادي الاسماء اهي، بريجننسيز، الجلوكوز، البلاد بريشر، السكين ثيكنس، الانسولين، البي ام اي، الدايابيتس بديجري فانكشن، والايدج اللي هو العمر، والاوتكم. الاوتكم في الاخر يا جماعه هو بالنسبه لي انا محتاج اعمله بريدكشن، اللي هو 1 و0، يعني عنده سكر او ما عندوش سكر. زي ما احنا شايفين كده ادي شكل الداتا موجوده قدامنا، يبقى انا كده عرفت حجمها قد ايه، عرفت شكل الداتا محطوطه ازاي، كلها هنا بالنسبه لي ارقام زي ما احنا شايفين. طبعا ممكن ناخد بقى حاجه زي ما احنا قلنا عرفنا قبل كده خلاص، ممكن اقول له ديسكرايب، هيديني مواصفات اكتر بقى للداتا زي ما شرحنا في الانترودكشن للبايثون، هيديني كل الحاجات اللي هي بتاعت الاستاتكس الاستاتستكس المهمه، اللي هو هيديني الكاونت بتاعهم قد ايه الاول، طبعا 768 كلهم، المين قد ايه اللي هو القيمه المتوسطه لكل عمود في دول قد ايه، ستاندرد ديفيشن، المينيمم 25%، 50%، 75%، والماكسيمم بتاعه قد ايه. طبعا احنا شرحنا بقى معنى كل دول في الانترودكشن تو بايثون اللي هو يوسفول statistics، اللي هي الفيديو بتاع يوسفول statistics. يبقى انا كده عندي تخيل لشكل الداتا اللي موجود قدامي، بيبدا من كام اللي هو المينيمم، بيوصل لكام اللي هو الماكسيمم، المتوسط بتاعها قد ايه، هل الداتا مفروشه ولا لا. طبعا مفروشه يعني انا قصدي بيها متوزعه على مسافه بعيده من المتوسط عن طريق الستاندرد ديفيشن. طبعا برضو ممكن استخدم حاجه مهمه جدا اسمها الانفو دوت انفو، هيديني بقى ايه مثلا الاعمده كلها، هيقول لي كام واحد فيهم في نون نال فاليو، نون نال يعني قيمه موجوده. طبعا زي ما احنا شايفين كلهم 768، يعني انا ما عنديش هنا نال فاليوز. طبعا احنا بعد ما بدانا نشوف شكل الداتا، احنا خدنا بقى في الباندز ازاي نبتدي نعمل نشوف بقى الداتا دي، نتاكد ان هي كلين الاول قبل اي حاجه في التاني، ان هي ما فيش فيها نال فاليوز، ما فيش فيها دوبليكيشن، ما فيش فيها رونج فاليوز، ما فيش فيها رونج تايبس وخلافه. طبعا احنا شايفين التايبس اهي موجوده هنا، الداتا تايب زي ما احنا شايفين انتجر كلها عدا 2 عباره عن فلوت يعني عدد عشري، رقم عشري، انتجر يعني رقم صحيح. طبعا اول حاجه احنا خلاص اتعلمنا قبل كده اكتب اسم الداتا، طبعا دوت از نال، بعدين دوت سم. ليه دوت سم يا جماعه؟ عشان يجمع لي في الاخر الارقام دي، مش يقول لي صف صف هل هو فيه ولا ما فيش، فيه ولا ما فيش، ترو اور فولس. لا انا مش عايز يقعد يكتب لي بقى الارقام كلها، انا عايز يجمعهم لي. فعلا زي ما احنا شايفين كده كلهم اصفار، معناها ان انا ما عنديش null values اللي هي قيم غير موجودة null values. طيب التشيك اللي انا بعمله بعد كده المفروض check for wrong او invalid values. هنا هنلاحظ حاجة بقى، هنلاحظ ان احنا لو حضرتك رجعت كده للداتا فوق هنلاقي في عندنا قيم بادئة من الزيرو، هتلاقي المينيمم هنا بادئ من الزيرو. طيب حاجة زي البريجنانسيز زيرو، طبعا طبيعي يكون في ست ما حملتش قبل كده، ده طبيعي ان يكون زيرو، لكن الجلوكوز ما ينفعش يكون حد انسان حي والجلوكوز بتاعه زيرو، يبقى اذا القيمه دي غير منطقيه، او في الحقيقه هي قيمه نال فاليو، قيمه مش متقاسه ولا حاجه ودخلوها على شكل زيرو. طبعا عيب حاجه زي كده ان هي هتبوظ لي الدنيا كلها، لان هو انت بتعمل ماشين ليرنينج على الداتا اللي موجوده، فلو انت مديله اصلا داتا غلط هيتعلم باترنز غلط، هيطلع انماط غلط، مفيش انسان حي الجلوكوز بتاعه بزيرو. نفس الكلام بلاد بريشر، مفيش انسان حي الضغط بتاعه زيرو. برضو السكين ثيكنس نفس الكلام، الانسولين نفس الكلام. يبقى انا في عندي من فهمي بقى انا للداتا ابتدي اشوف هل الداتا ديت فيها مش بس نال ولا لا، هل القيم بتاعتها دي هل فيها رونج فاليوز ولا لا. زي ما احنا قلنا كده عندنا الجلوكوز، البلاد بريشر، والسكين ثيكنس، الانسولين، البي ام اي، كل دول ما ينفعش يكون زيرو في انسان حي. طيب انا برضو هنا في اسلوب جميل، احنا طبعا بنناقش الفايل اللي هو عمله ده، انا هحط لكم اللينك بتاعه، بنناقش هو عمل ايه، وبنشوف برضو بنحكم على الشغل بتاعه، لان احنا برضو انا عايزك تتعلم دايما ان مش كل حاجه بتاخدها كانها شيء مسلم بيه، زي ما احنا هنشوف دلوقتي واحنا بنتكلم. فهو هنا عمل شيء انا شايفه كويس، ان حضرتك قبل ما تبتدي بقى تغير في الداتا سيت بتاعتك، لان انت ممكن تحتاجها بعد شويه خاصه لو الداتا سيت دي كبيره،
ان انت عمل منها كوبي، يعني عمل نسخه كوبي اهي من الداتا سيت الاصليه، لان هو ابتدي يغير فيها، يبتدي يشيل الزيروز ويحط حاجات تانية. لو انت كمان مش بس كده، انت طبعا تقدر تعمل ريد للسي اس في فايل مره تانية، لكن انت افرض عايز تقارن حاجه بالداتا القديمه، عايز تقارن حاجه بالداتا القديمه، يبقى عندك نسختين. طبعا تقدر تغير الجمله دي تعملها مره تانية ريد سي اس في فايل، لو الداتا مثلا فرضا انت عايز ترجع ليها الاصليه، لكن افرض انت عايز تقارن الداتا بتاعت حضرتك بعد التغيير بقبل التغيير، فهو عمل كوبي من الداتا الاصليه زي ما احنا شايفين بالامر بتاعنا اللي هو ايه دوت كوبي، وحط ايه دي بترو، عمل ايه ميك كوبي. طيب الحاجه اللي بعد كده احنا عايزين نعمل ايه بقى؟ القيم كلها اللي زيرو، انا هقول لك ليه عمل كده دلوقتي. اول حاجه ان احنا في هنحدد العواميد بتاعتنا اللي هي الجلوكوز والبلاد بريشر والسكين ثيكنس والانسولين والبي ام اي، ونخليهم كلهم يحولهم الى ريبليس اي حاجه فيهم بزيرو الى ان اي ان اللي هي القيمه اللي هي غير موجوده، كانها قيمه غير موجوده، ان بي دوت ان اي ان اللي هي كانه قيمه نال، كانها قيمه غير موجوده يعني. طيب ثم بعد كده الخطوه اللي بعد كده هو دلوقتي خلاص حول كل زيرو الى نال. بمنتهى البساطه احنا عندنا امر عارفينه احنا خلاص ان هو بي ايه از نال، وبعدين دوت سم يبقى هيجمع لي كل الارقام كلها. هنفاجئ بقى بالاتي، طبعا في الاعمده بتاعتنا الجلوكوز 5 مش مشكله من 600 وشويه، في البلاد بريشر 35 يعني، لكن هنلاقي السكين ثيكنس 227 قيمه والانسولين 374 قيمه، طبعا في 11 في البي ام اي. طبعا انت لما تبص 374 قيمه تقريبا نص الداتا سيت اللي عندنا، الداتا سيت اللي عندنا 600 وشويه، بالاضافه ان ال 227 دول مش شرط يكونوا هم نفسهم ال 374، فممكن يكون دول غير دول، فتلاقي المحصله في الاخر الداتا سيت كلها تقريبا اتضربت لو احنا قررنا ان احنا نشيل الاعمده، نشيل الصفوف كلها اللي هي فيها نال فاليوز. طبعا هنا بيبقى في قرار بيرجع لحضرتك على حسب كل موقف، زي ما احنا شايفين هنا كونك انك تختار النال القيم اللي هي النال دي ان انت تشيلها، طبعا هنا بالنسبه لنا هتبقى الداتا سيت بتاعتنا شبه اتدمرت خلاص، مش فاضل منها حاجه. فهو طبعا هنا الاختيار الثاني المتاح ان انت لا تشيل النال فاليوز، ولكن تحط مكانهم ايه يا جماعه؟ القيمه المتوسطه لباقي العمود، لباقي الجلوكوز، نشوف القيمه المتوسطه للجلوكوز قد ايه ونحط فيهم لمكان النال ديت القيمه المتوسطه للبلاد بريشر، متوسط الضغط قد ايه، متوسط الانسولين قد ايه وخلافه. طبعا احنا هنا لو حبينا برضو نعمل هيستوجرام للداتا الاصليه اللي هي قبل ما عملنا منها كوبي، احنا لسه الكوبي لسه ما عملناش فيها اللي غيرنا فيها بقى القيم الزيروهات الى نال، زي ما احنا شايفين هنلاقي في عندنا في البريجنسيز اللي هو الحمل بادئ من زيرو، اوكي هتلاقي هنا في الجلوكوز زي ما احنا شايفين في قيم عند الزيرو، طبعا دي مش منطقيه عشان كده حتى منفصل عن بقيه الداتا. هنلاقي في البلاد بريشر ادي قيم اللي عند الزيرو، هنلاقي في هنا في السكين ثيكنس شوفوا قد ايه بقى، هنا في الهيستوجرام بيبين لك قد ايه القيم زيرو زي ما احنا شايفين. بص في الانسولين نص الداتا سيت كلها عند زيرو، طبعا ده شيء مش منطقي. طبعا البي ام اي هنا قيمه طبعا اصغر شويه وزي ما احنا شايفين. طيب يبقى اذا انا خلاص حولت ده فين؟ دي في الداتا سيت الاصليه اللي هي مش كوبي هنا. طب انا هعمل ايه بقى في الداتا سيت الثانيه؟ هبتدي احول بقى كل واحد فيهم واخدها واحده واحده الجلوكوز واشيلهم في ال ان ايه، معناها ايه؟ ان انا هشيل القيم اللي هي النال واحط مكانها ايه بقى يا جماعه؟ واحط القيم بتاعه المين او الميديان، وده برضو راجع على حسب فهم حضرتك للداتا سيت، سواء نحط المين او الميديان. وطبعا هنا ان بليس بيساوي ترو شرحناها قبل كده، معناها ان هيغير في نفس الداتا سيت نفسها اللي هي اسمها كوبي. عملنا الكلام ده فين؟ في برضو الخمس اعمده زي ما احنا شايفين، وكل واحد بيتعمل لوحده عشان انا باخد متوسط او القيم المتوسطه للجلوكوز واملى بيها القيم الغير موجوده في الجلوكوز، وكذلك في البلاد بريشر لان المتوسط بتاعها مختلف عن الجلوكوز، المتوسط بتاع الانسولين مختلف والسكين ثيكنس اللي هو سمك الجلد مختلف. يبقى باخد عمود عمود من دول واشوف القيمه المتوسطه بتاعته بكام، المتوسط او القيمه المتوسطه المين او الميديان، واحط املى كل الايه الان ايه فاليوز. هنا بقى نرجع للنقطه المهمه اللي احنا قلناها فوق. طب انا كنت ممكن اعمل ريبليس هنا على طول، ريبليس بدل ما انا عملت فوق القيمه اللي هي بتاعت هنا زي ما احنا شايفين كده، عملت الزيرو ادي ريبليس هنا اهو الزيرو وحطيت لان ان، كان ممكن على طول اعمل ايه؟ احط المين على طول او الميدن على طول. لا هنا يعني دي كانت هتبقى غلطه كبيره جدا. ليه بقى يا جماعه؟ انا ليه شلت الزيروهات الاول حطيت ان ان وبعدين نال فاليوز وبعدين وبعدين حطيت؟ لان احنا خد المثال الاتي، لو احنا القيم الاصفار دي يا جماعه بتغير في القيم المتوسط او قيم المين، لو فرضنا انت عندك ثلاث ارقام 4 5 6
المتوسط بتحسب ازاي؟ القيمة المتوسطة بتحسب ازاي؟ بتجمعهم على عددهم، يبقى 4 زائد 5 زائد 6 ب 15 على 3 يديني 5. طبعا منطقي ان 4 5 6 متوسطهم 5، لكن افترض ان كان في 7 اصفار معانا مع ال 4 5 6 دول، بقى الاجمالي 10، يبقى هتقسم 15 مش على 3، تقسم ال 15 على 10 هيديك 1.5. فانا هنا اما انا شلت القيم الاول بتاعت الاصفار وحطيتها باللي هي ال ان اي ان فوق، انا هنا خرجتهم بره الحسابات بتاعت المين والميديان، خرجتهم بره الحسابات بتاعت المين والميديان، ما هحسب، انا هحسبهم صح بدون الاصفار، هحسبهم صح بدون الاصفار. هنشوف بقى الداتا سيت الجديده بعد ما بدلتها، وزي ما احنا شايفين الهيستوجرام اهي، هتلاقي القيم اللي كانت موجوده عند الجلوكوز عند الزيرو اهي اختلفت راحت، البلاد بريشر نفس الكلام اهي، بدا من عند حوالي 30 تقريبا، ده قيمه منطقيه يعني ممكن يوصل لحد 30، ده لو يعني على حرجة خالص الضغط، لكن مفيش حاجة اسمها ضغط زيرو. برضه السكين ثيكنس زي ما احنا شايفين، الانسولين وخلافه، بقت القيم كده، ده الشكل الهيستوجرام بتاع القيم بتاعتنا. طبعا هنا في نقطة مهمة برضه نقولها، احنا شايفين هنا الاوت كام بالنسبة لنا اللي هو الداتا دي، مين عنده سكر ما عندوش سكر، اللي هو عند زيرو وال1. ناخد بالنا من حاجة برضه مهمة هنحتاجها قدام، ان الداتا هنا غير متوازنة. يعني ايه غير متوازنة؟ يعني انا عندي حوالي تقريبا 500، تقريبا قرب ال 500 عينة منهم الكلاس بتاعهم زيرو اللي هو ما عندهمش سكر، وتقريبا حوالي يعني 250 او 270 260 تقريبا عندهم سكر. اذا الداتا هنا بتاعتي غير متوازنه، ناخد بالنا عشان دي هنحتاجها بعدين. هو طبعا كان يفضل لو في داتا متوازنه هيبقى احسن، عشان ما يحصلش ان الالجوريزم يعني ممكن تحصل كذا مشكله هنقولها دلوقتي، ان هو يميل اكتر ل ان هو يصنف الجزء المهم بالنسبه له اللي هو العدد الكبير على حساب الصغير. هنشوف دلوقتي هيحصل ازاي في الاوتبوت دلوقتي زي ما احنا شايفين، لكن احنا طبعا الداتا سيت زي ما احنا قلنا دي حاجه مش في ايدينا، هو ده الوضع الحالي في الداتا سيت ديت، ان عندي الناس اللي ما عندهمش سكر اكتر ضعف تقريبا الناس اللي هم عندهم سكر. طيب بقيت بقى لتشيك للداتا، كل ده في البريبير للداتا، ان انا هل في دوبليكيت ولا لا، نفس الكلام دوبليكيت ودوت سم عشان يجمعهم، قال لي الاجمالي هنا زيرو، يبقى احنا كده خلاص بالنسبه لنا خلصنا الجزء بتاع البريبريشن بتاع الداتا تقريبا يعني بشكل تقريبي. طيب نخش بقى على الفيتشر سيلكشن. طبعا زي ما احنا قلنا اول حاجه من الحاجات اللي احنا مهمه بالنسبه لنا نعمل حاجه اسمها الكورليشن، اشوف العلاقه المتغيرات ببعضها، وقلنا الكورليشن بيديني قيمه ما بين الواحد والسالب واحد، ولو قيمه قريبه من الصفر ده معناها ان مفيش كورليشن، يعني مفيش ارتباط خطي ما بين الاثنين فاريبلز دول، لكن لو القيمه قريبه من الواحد او السالب واحد معناها في ارتباط طردي او عكسي. واحد يبقى فيه ارتباط طردي، قريبه من الواحد فيه ارتباط طردي، وقريبه من السالب واحد يبقى فيه ارتباط ايه؟ عكسي. طبعا هنا ناخد بالنا ان هنا في حاجتين بناخد بالنا منهم، مين الاوت كام بالنسبه لي؟ مين هل في حاجه فيها كورليشن عالي معايا؟ طبعا احنا زي ما احنا شايفين هي الاوت كام اعلى حاجه تقريبا مع الجلوكوز حوالي 0.49 تقريبا، يعني طبعا ما اعتبرش برضو عالي لو قلنا يعني، لكن كله ما فيش كورليشن عالي بينه وبين الاوت كام. الحاجة التانية لو في بقى الانبوتس التانية او اللي هو بيسموهم الاندبندنت فاريبل التانيين اللي هو هيبقوا الانبوتس بتاعتي، لو في كورليشن عالي بين اتنين متغيرين منهم، ده بالنسبة لي ما يفضلش ان انا اخد الاتنين، يفضل ان اختار بس واحد فيهم. يعني لو فرضنا لقيت انا في كورليشن عالي ما بين مثلا البريجننسيز مثلا واي حاجة تانية، لو فرضنا احنا طبعا هنا مع الايدج مثلا او طبعا 0.54 يعني نوعا ما، لكن لو فرضنا كانت لقيناها بوينت مثلا بوينت مثلا نقول ايه بوينت 7 بوينت 8 مثلا، فنقول بوينت 8، يبقى انا كده بالنسبه لي في الجوريزمز كتير هتحصل مشكله ان انا ادخل يكون الانبوتس فيهم اتنين فيهم كورليشن عالي، او معنى صح او معنى تاني ما لهمش لازمه، واحد فيهم كفايه بيعبر عن التاني لان مش هيضيف لي اضافه، انا ما يهمنيش ان انا اخد قيم كتير بالنسبه لي في الانبوتس، ده بالنسبه لي مش هيبقى ميزه بالنسبه لي من كذا وجه. طبعا احنا في يعني في سلسله مقدمه تعتبر في ماشين ليرنينج ما دخلناش في ديتيلز كتير، من ضمنها مثلا في حاجه اسمها اوفر فيتنج، ان انا عندي تبقى الداتا التريننج حصل على الداتا اللي قدامنا دي، لكن لو اديت له داتا اول مره اشوفها هتبقى النتائج بتاعتها وحشه جدا، ده نتائج احد المشاكل ان انت تحط فيتشرز كتير بدون لازمه ودون داعي يعني. طيب احنا اذا احنا هنا شايفين هنا حاجتين، مفيش خلاص كورليشن عالي ما بين الانبوتس وبعضها، وفي نفس الوقت وده عيب بقى مفيش كورليشن عالي بين الاوت كام واي حاجه تانية، يبقى احنا كده مفيش عندي شكل واضح او متغير واضح في الانبوتس اقدر اقول هو ده اقدر استنتج منه بشكل ما
المريض ده عنده سكر ولا لا. طبعا احنا هنا انا بستغل الفرصه نبتدي كل شويه ناخد حاجه جديده. احنا في عندنا اتكلمنا عن المات بلوت لايبرري المات بلوت ليب، لكن في عندي حاجه اسمها سي بورن برضو جميله جدا بتستخدم، بتديني برضو اشكال تانية في البلوتس. فاحنا خدنا هنا مثلا نعمل هيت ماب للكوريليشن زي ما احنا شايفين كده. الكوريليشن طبعا العمود ده القطر اسف ده بيديني اعلى قيمه خاصه عند الواحد، عشان ده بيبقى البارامتر مع نفسه، نفس الفاريبل مع نفسه يعني، فبيديني طبعا واحد. زي ما احنا شايفين كده لو بصينا على المفتاح على اليمين ده هنلاقي كل ما نقرب للاخضر يعني هيبقى ده كده فيه كوريليشن عالي. زي ما احنا شايفين كده ادي الكوريليشن ماتريكس كله على بعضه تقريبا مفيش حاجه فيه اخضر، ان اقرب حاجه تذكر هي اللي قبل الاخضر وشويه زي ما احنا عارفين هو 0.49 اللي هو بين الجلوكوز والاوتكم، اللي هو بين الجلوكوز والاوتكم. طبعا احنا اسلوب تاني في الرسم برضو في حاجه اسمها بير بلوت برضو في السي بورن زي ما احنا شايفين بيديني شكل جميل جدا قدامي لكل اتنين متغيرين مع بعض، وبيخلي لي التلوين بتاعهم اللون هو بالاوتكم، بيخلي لي اللون هو بالاوتكم. هنا هتفرق معايا في ايه؟ ان انا لما اشوف شكل الداتا متوزعه اللون بالاوتكم اللي هو الناس عندها سكر ناس ما عندهاش سكر، لو لقيت في شكل من الاشكال ديت الداتا منعزل عن بعض يبقى اقدر يبقى الفاريبلز ديت الاثنين فاريبلز دول اقدر استخدمهم واعتمد عليهم بشكل واضح في ان انا استنتج الراجل ده عنده سكر ولا لا. زي ما احنا شايفين كده بص كده على الداتا بشكل عام هتلاقي دايما كل النقط الصفراء تقريبا او البرتقاني تقريبا متداخله بشكل كبير جدا مع النقط الزرقاء. خلينا نكبر كده شويه، انا هنا كبرته زي ما احنا شايفين كده ادي الشوف شايفين يعني حتى ساعات بتبقى واخده ركن كده او جنب لكن شبه برضو مش مستقله او منعزله. يبقى احنا كده هنا برضو زي ما توقعنا في الكوريليشن برضو بنتوقع هنا ان البروبلم دي مش هتبقى حاجه سهله مش دايركت على طول. لو فرضنا ان في هنا منفصلين عن بعض في الاثنين فاريبل، طبعا هنا كل واحد من دول بيترسم عباره عن اثنين فاريبل، يعني لو مثلا لو فرضنا مثلا هنا ده عباره عن الجلوكوز مع البريجنانسي زي ما انتم شايفين كده اللي هو تاني واحد على الشمال تحت ده، فلو فرضنا ان في هنا النقط الصفراء منعزله شويه عن النقط الزرقاء بحيث اقدر اميزهم، انا هقدر اقول هنا الجلوكوز والبريجنانسي هيدوني الاثنين مؤشر قوي جدا اقدر منهم اعمل تريننج واعرف مين عنده سكر ومين لا. طيب هنا بقى نتكلم عن القطر. القطر هنا يا جماعه بيرسم لي البريجنانسيز نفسها بس بيرسم لي كيرفين على حسب اللي عندهم سكر واللي ما عندهمش سكر متوزعين ازاي. طبعا هنا ناخد بالنا من زي ما قلت فوق ان انا عندي كده كده الناس اللي هم ما عندهمش سكر اللي هو الكيرف الازرق اكبر في العدد، يبقى انا هنا بالنسبه لي كون الكيرف كده طالع لفوق زي ما احنا شايفين كده هنا، انا هكبر الصوره، كون الكيرف هنا طالع لفوق ده بالنسبه لي مش مؤشر لحاجه، لكن انا اللي يهمني هل هو بالنسبه للاكس اكسس بقى هل هو بعاد عن بعض ولا قريبين من بعض. طبعا نشوف هنا مثلا هنلاقي الاثنين تقريبا مغطين نفس الاريا بالنسبه للاكس اكسس مش بالنسبه للواي، لكن هنا مثلا هنلاقي اهو ادي هنا الكيرف البرتقاني واخد يمين زياده سنه شويه، وهنلاقي برضو ده يا جماعه مين مع مين مع الجلوكوز. يبقى فعلا الجلوكوز زي ما احنا عارفين الجلوكوز بيبقى اعلى قيمه اعلى شويه عند الناس اللي عندهم سكر، لكن برضو الكيرفين ليسوا منعزلين عن بعض يعني برضو متداخلين بجزء كبير، وكذلك برضو زي ما احنا شايفين كده في باقي الكيرفات كلها متداخله. اذا المشكله عندي دي ليست مشكله بسيطه سيمبل على طول زي ما شفنا بالكوريليشن وزي ما شفنا بالهيت ماب وزي ما شفنا بالبلوت اللي هو قدامنا ده اللي هو بير بلوت. طيب طبعا انا كنت خدت قبل كده ممكن اعمل سكاتر بلوت على طول اخد مثلا حاجه زي الاوت كام مع الجلوكوز زي ما احنا شايفين كده. طبعا الاوت كام هنا بالنسبه لي يا زيرو يا 1، فزي ما احنا شايفين كده اللي عند ال 1 اعلى سنه لفوق اهو من اللي عند الزيرو، لكن متداخلين في رينج كبير جدا بينهم بعض زي ما احنا شايفين، يعني اعلى بحاجه بسيطه سنه لكن اغلب الرينج متداخلين مع بعض. يبقى انا كده دي دراستنا لمين؟ للداتا. طيب خلاص الحاجه بقى اللي فاضله بعد كده هل انا محتاج اعمل سكيلينج؟ خلاص انا عملت اتاكدت ان الداتا كلين ودرست الداتا بشكل كامل. الحقيقه ان سكيلينج في الجوريزمز بتحتاج تعمل سكيلينج ويبقى اساسي فيها اللي بيبقى نوع من اللي هو بيبقى نوعها يا جماعه اسمها ديستانس بيزد الجوريزمز اللي هي بتعتمد على المسافات ديستانس بيزد الجوريزم زي الالجوريزم اللي احنا هنستخدمه هنا اللي هو اسمه كي ان ان، فدي حاجه بتستخدم المسافات، فما ينفعش يبقى في حاجه الرينج بتاعها 100 و200 و300 وفي حاجه زي الرينج بتاعها 1 2 3 4 زي الحمل مثلا، لكن الرينج بتاع السكر عند ال 100 وعند ال 80 وخلافه. طبعا احنا بصينا كده فوق هنلاقي
المتوسط بتاع مثلا، خلينا نتكلم على ده الكوريليشن، لا خلينا نتكلم على ده، خلينا اللي هو الديسكرايب اهو، هنلاقي القيمة المتوسطة بالنسبة لي هنا 3.8، هنا عندنا 120 بالنسبة للجلوكوز، هنا عندنا 69 بالنسبة للبلاد بريشر، عندنا 20 بالنسبة للسكنس زي ما احنا شايفين. يبقى في تفاوت كبير فين؟ في السكيلز. زي ما طبعا هستخدم الجوريزم بيعتمد على الديستانسز المسافات، يبقى نعمل سكيلينج زي ما خدنا قبل كده. السكيلينج على طول في خطوتين بيتم على طول، انا هسمي هختار السكيلينج بتاعي هنا، اختار ستاندرد سكيلر. طبعا هو احنا اخدناها المره اللي فاتت كان بيعملها على خطوتين، لكننا عملها على طول مباشره على خط واحد زي ما احنا شايفين. احنا طبعا هنا الاكس كان المفروض يعمل ايه الاول؟ الاكس يشيل منهم، يعمل دروب، احنا عارفين لمين اهو، فعملها على خط واحد، عمل دروب الاول الاوت كام، الاوت كام ده هيبقى الواي، هيبقى ده الخارج، فعمل دروب الاوت كام، وبعدين على طول في خطوه واحده بعدها عمل سكيلينج زي ما احنا شايفين فيت وترانسفورم. يبقى كده على طول الاكس عملها فيت وترانسفورم بعد ما شال الاوت كام اللي هو عنده سكر او ما عندوش سكر. ادي الاكس اهو دوت هيت زي ما احنا شايفين، هنلاقي الرقم كلها ارقام كلها زي ما احنا شفنا اتغيرت، حصل لها سكيلينج بقى خلاص، بقت 8 من 10 سالب 1 2 من 10 سالب 2 من 10، بقت كلها في كل الرنجات متقاربه مع بعضهم، واخرهم زي ما احنا شايفين بقى الايدج، ما بقاش فيه خلاص عندي اللي هو الاوت كام اللي هو بالنسبه لي عنده سكر ولا ما عندوش سكر. دي هتبقى الواي زي ما احنا عملنا قبل كده، دايابيتس دوت داتا كوبي دوت اوت كام، هو ده مين؟ الواي. خلاص برضو الواي هيد عباره عن 100 و 100 و 100 زي ما احنا شايفين كده، هو ده خلاص احنا الخارج بتاعنا. طيب التريننج زي ما احنا قلنا قبل كده بنعمله سبليت على طول، زي ما احنا قلنا قبل كده على طول بترين تيست سبليت الاكس واي. التيست سايز انا بحددت هنا تلت تقريبا القيمه، والراندوم ستيت شرحناها قبل كده عشان مش كل ما اعمل ران يختار داتا جديده، فانا عايزه يثبت عشان تبقى القيم كل ما اعمل ران تدي نفس القيم، فبديله راندوم ستيت اي رقم 0 1 2 10 20 مش هتفرق. وهنا استراتيفاي احنا ممكن يكون اول مره استخدمها هنا جوه، ده معناها ان انا خد بالك دي مهمه جدا هنا يا جماعه، انا عايز توزيعه التست والترين المجموعتين يبقوا بنفس تقريبا توزيعه الاصليه للداتا. بمعنى احنا قلنا هنا قبل كده مثلا الداتا هنا فيها مثلا لو فرضنا 75% منها ما عندهمش سكر و25% بس الربع عنده سكر، فبقول هنا ستراتيفاي دي معناها قسمهم لي بنفس التقسيمه، ما ينفعش الاقي الترين فيهم 90% ما عندهمش سكر والاقي في التيست فيهم 70% بس ما عندهمش سكر. يبقى هنا ستراتيفاي دي هنا مهمه جدا ليه؟ لان الداتا بتاعتي يا جماعه هنا الاوت كام بالنسبه لي عندهم سكر ما عندهمش سكر غير متوازنه، هنا بقول له لو سمحت قسمهم لي في التيست وفي الترين بطريقه متوازنه بنفس الطريقه الاصليه. طبعا ده مهم جدا في الداتا بتاعتنا دي. طبعا هنا بقى بالنسبه لكي ان ان كله طبعا الجوريزم عموما احنا ما دخلناش في الديتيلز بقى بتاع الالجوريزمز المختلفه، بيبقى له بارامترز معينه بتظبط. فبالنسبه هنا للتريننج بالنسبه اسف للكي ان ان بحتاج له اعرف بارامتر معين اسمه الكي بتاعه، فهنا هيجرب هو قيم من 1 الى 14 وهيبتدي يجرب اهو كي نيبرز كلاسيفاير، مره الاي بتساوي 0 اسف الاي بتساوي 1 2 3 4، وهيعمل كل مره فيت ويبتدي يعمل السكور، يعمل له ابند ويعمل له تيست، وفي الاخر هيشوف اقصى سكور كام. طبعا جاب فيه التريننج على التريننج سكور 100، وجاب فيه التيست سكور كام اللي هو 76% ونص تقريبا عند الكي بيساوي 11، فيختار الكي بيساوي 11. طبعا احنا هنا في نقطه مهمه جدا، ايه هي دي؟ برضو احنا هنلاحظ ان احنا زي ما قلنا انت حضرتك الكودز دي الاكواز دي مختلفه، بيبقى دي اجتهادات من ناس، فانت ما تاخدش حاجه مسلم بيها. هنا هو استخدم التيست سيت في انه يحدد قيمه الكي كام، المفروض هو بيشتغل بس على التريننج داتا فقط لا غير، ما يعملش ما يستخدمش التيست سيت في الاخير في الاخر خالص، يعمل بس تشيك اخراني على النتيجه النهائيه، ما يستخدمهاش في انه يحدد البارامترز بتاعته. امال يستخدم ايه؟ يستخدم تريننج سيت بس، زي ما احنا قلنا بياخد منها جزء، مفروض زي ما شرحنا قبل كده في الكي فولد يروح واخد منها جزء ويخليه بيسميه فاليديشن ويجرب نفسه عليه، عشان المفروض ان التيست سيت دي الالجوريزم ما بيشوفهاش غير في النهايه بس في الختام بس وانا بحسب السكور. طبعا دي يعتبر نقطه ضعف هنا، وحتى كتبوا له في الكومنتات لو احنا رحنا هنا على الموديل هو الموجود. طبعا انا هحط حرك اللينك ده ليه؟ عشان هو برضو حاطط شرح زياده وحاطط شرح كمان بالاضافه اللي انا بقوله ده، انا في نقط تجاهلتها زي ما احنا قلنا هنا، المفروض اهو اقسم التريننج حتى هو قايلها وما اطبقهاش،
التريننج هي اللي اخد منها فاليديشن، وهي اللي استخدمها في الكروس فاليديشن ان انا اظبط البارامترز بتاعتي اللي هو الكي هنا بالنسبه لي، وليس استخدم التست سيت. فطبعا هنا هنلاقي حتى في الكومنتات، هنا برضو في كومنتات جميله تحت، هنا هتلاقي في حد كاتب له، فهو فعلا رد عليه وقال ده بس كان الاغراض الايه التوضيح، وكمان قال له كام تعليق حلو اللي في حاجات هنا كانت فاتته. يعني ادي هنا زي ما احنا شايفين كده اهو، والفيتنج عموما، وكان في هنا كذا توضيح، وقبلها برضو كان في واحد كلمه برضو على الموضوع بتاع اللي هو المفروض ما يستخدمش التيست سيت ابدا غير في الاخر خالص عشان يحقق السكور، بس عشان اتاكد ان الشغل بتاعي صح زي ما احنا شايفين هنا. او بيقول له ان انا المفروض ايه يبقى عندي مستخدمش داتا سيت ايه كلها يعني. المهم فنرجع بقى للشغل بتاعنا. فالمهم هو خلاص حدد قيمة الكي، رسمها هنا اهو، لقى الكي طبعا خد الكي ب11، عندي احسن قيمة عند التيست سكور. فخلاص ما دام عارف القيم بكام، احنا عارفين بقى دوت فيت اداله على طول الاكس ترين والواي ترين، وهنا دوت سكور واداله الاكس تيست والواي تيست، فاداله السكور بتاعه اللي هو 0.756 زي ما احنا شايفين. طبعا الاناليسيس بقى قبل كده ممكن على طول اقول له دوت بريدكت، طبعا هنا دوت سكور بيدي له الاكس تيست والواي تيست، طبعا ممكن اعمل بريدكت للاكس تيست ده البريدكشن، واستخدم برضو زي ما احنا قلنا كده الكونفيوجن ماتريكس شرحناها قبل كده، والكروس تيب برضو زي ما احنا شرحنا قبل كده. ادي لا ده هنا بس عشان يرسم الشكل، الكروس تيب ده هنا عشان بس يرسم الشكل اللي احنا قدامنا ده. طبعا هنا ناخد بالنا من حاجه زي ما احنا قلنا قبل كده، ومن الاول توقعناها، هنا نبص هنا الترو زيرو 142 بريدكتد توقعهم هو زيرو صح، و 25 توقعهم غلط بريدكتد 1 لكن هم ترو زيرو. ف 25 من 142 يعني تقريبا السوتس تقريبا، لكن الترو 1 35 واحده توقعهم زيرو و 54 واحده توقعهم 1. يعني شايفين الفرق قد ايه كبير جدا ازاي، يعني توقع 54 واحده صح و 35 غلط، 35 دول تقريبا التلتين تقريبا بالنسبه ل 54. لكن في المقابل اللي هم الزيرو اللي هم الناس ما عندهمش سكر جاب 142 صح و 25 غلط، يعني تقريبا الغلط تقريبا حوالي السدس واقل من السدس. فطبعا زي ما احنا شايفين كده هو فعلا كده الالجوريزم مال ناحيه ان هو شاف الاهم بالنسبه له ان هو الناس الزيرو عشان تحسن الاكيورسي بتاعته، فجاب النتيجه زي ما احنا شايفين كده. طبعا برضو احنا عندنا الكونفيوجن ماتريكس ده ممكن نرسمه بالشكل اللي احنا زي ما شايفه قدامنا اهو، ده طبعا شكل ليه تمثيل الكونفيوجن ماتريكس. طبعا البريسيجن والريكول واف 1 سكور شرحناهم في مرات قبل كده، والاكيورسي عموما موجوده قدامنا اهو. طيب هل ده جود انف؟ السؤال بقى طبعا هنا من ضمن الحاجات الجميله في الماشين ليرنينج ان حضرتك ما فيش عندنا حاجه اسمها ده الموديل انسر اللي هو الاجابه النموذجيه، احنا كل واحد بيجتهد ويحاول يجيب نتيجه حسب اسلوبه. انا هحط حضرتك دلوقتي طبعا هو عمل شويه فاين تيون في الاخر، برضه هحط حضرتك اللينك دوت، وفي هحط حضرتك لينك تاني لواحد تاني استخدم نفس الداتا سيت، مشي باسلوب تاني، استخدم اساليب تانيه، وحقق برضه نتيجه تانيه. وزي ما احنا قلنا احنا انت بتتعلم الداتا، وفي الاخر دي كانه جيم مسابقه مين يحقق احسن رقم، زي كده المسابقات زي السباق كده بتاع 100 متر وخلاف، كل شويه حد بيكسر الرقم القياسي بيجيب بيعرف يظبط موديل اكتر، او بيعرف يظبط الجوريزم اكتر، يعمل فاين تيون او يختار الجوريزم تاني مختلف ويجربه وخلاف. فاحنا كده خدنا الاكزامبل بتاع اللي هو البيما انديان دايابيتس داتا بيز، وخدنا هو مثال شرحت لحضراتكم، وفي مثال تاني ده في كورس تاني واحد مشي باسلوب مختلف هنا. طبعا حضرتك بقى على طول افتح دوت، وبرده هو مشي باسلوب مختلف، افتح برده وكوبي وبيست زي ما احنا عملنا، وهو مستخدم نفس الداتا سيت واستخدم اسلوب مختلف، واستخدم هنا اللوجيستيك ريجريشن، واستخدم فيه كمان الجوريزم تاني استخدمه اللي هو اظن اللي هو هو في اسلوب تاني استخدمه، يعني الجوريزم تاني استخدمه في الكي نيبل ريجريسور، الكي نيبل ريجريسور هنا
ويعني استخدم في كذا تكنيك تاني. في واحد تاني هو اللي هو لينير ديسكريميشن اناليسيس، لينير ديسكريميشن اناليسيس، وقارن بينهم، وبرضه عمل فاين تيون في الاخر للالجوريزمز وطلع نتائج. فانا هحط حضرتك اللينكين، اعمل بقى كوبي وبيست، انا وريتك واحد فيهم، اعمل كوبي وبيست وشوف النتائج دي كلها وقارنها ببعضها، وشوف هل انت ممكن تحقق نتائج احسن من النتائج اللي هي موجودة قدامنا. طيب خلينا ناخد مثال تاني في مجال تاني. احنا خدنا الديابيتيز اللي هو السكر، ده في يعتبر في المجال بتاع الميديكال. خلينا ناخد حاجة في المجال بتاع الكمبيوتر فيجن. هنتكلم عن برضو على موقع كيجل، هحط لحضرتك اللينك تحت، حاجة اسمها MNIST Dataset. MNIST Dataset ده عبارة عن Dataset لخط الإيد لكتابة الأرقام من 0 إلى 9، يعني 10 أرقام من 0 إلى 9 اللي هما 10 أرقام بتوعنا. زي ما احنا شايفين Dataset كبيرة بطريقة كتاب مختلفة. زي ما احنا شايفين كده مثلا عند الرقم 7 في أرقام مكتوبة يعني شبه يعني بصعوبة تقدر تميز ان ده رقم 7، كذلك الرقم مثلا 5، رقم 4 ممكن يبقى فيه لخبطة بين رقم 4 ورقم 9. زي ما احنا شايفين الداتا اللي قدامنا دي فيها يعني رقم 2 مكتوب بطرق مختلفة، زي ما احنا شايفين الزيرو الزيرو وخلافه. زي ما احنا شايفين ده هاند رايتنج. يا ترى بقى هل الكمبيوتر هيقدر يتعرف على الارقام دي ولا لا؟ فهي دي الامنست داتا ست، وهحط حضرتك اللينك تحت. لكن احنا تسهيلا الداتا سيت ديت مش هديها لك بقى، مش هنحطها كشكل صور. هنا الداتا سيت هنا حاططها لك في سي اس في فايل على طول، عباره عن واخد كل رقم، وطبعا ده بيتمثل ببيكسلز، ممثلين البيكسلز عباره عن 28 في 28 بيكسل، وبالتالي 28 في 28 معناها حوالي 784 كولوم، يعني كل صف فيها يا جماعه 784 كولوم، عباره عن البيكسل الاولانيه. بتاخد بقى ايه البكسل؟ بتاخد ارقام من 0 الى 255 على حسب اللون. هنا طبعا ده جري سكيل، يعني ابيض واسود بس، ودرجات الرمادي. احنا بس الداتا سيت اللي موجوده عندنا الارقام دي معكوسه زي ما هنشوف دلوقتي، يعني مكتوبه بالابيض على اللون الاسود. يعني انا ممكن اوريكو مكتوب الابيض على اللون الاسود زي كده مثلا، اهو زي الرقم ده كده اهو يعني. فكل واحد بقى الجري سكيل درجة اللون بتختلف بقى من 0 إلى 255، الزيرو ده أسود وال255 اللي هو الأبيض. فاحنا دلوقتي عشان نعمل أنا الشكل اللي قدامنا ده محتاج 28 بكسل في 28 بكسل، وكل واحدة فيهم هقول بقى درجة اللون اللي فيها ايه، أسود أو أبيض أو درجات الرمادي. يبقى أنا عندي في كل صف من دول عشان أمثل الرقم ده عبارة عن 28 في 28 اللي هو 200، نرجع لداتا سيت اهي اللي هو 200 اسف اللي هو 784، 784 كولوم. والخامس بقى اللي هو 785 ده عبارة عن الليبل اللي هو ده رقم بالنسبة لي، هل ده رقم 0 ولا رقم 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 وهكذا. يبقى هو الاولاني اول عمود خالص ده بنسميه الليبل اللي هو فيه الرقم ده كام، ثم البيكسلز كلها بقى ورا بعض ورا بعض مرصوصة في صف واحد. احنا عارفين هي بتتراص 27 في 27. طبعا هنا برضو نفس الكلام، تقدر حضرتك تنزل الداتا سيت ديت حجمها اهي 128 ميجا بايت. طبعا ناخد بالنا من حاجه، ان هنا بدل ما كنت تنزل هنا الحجم قد ايه بقى بالمناسبه، دي عباره عن 60,000 صوره، تمثل 60,000 صوره للتريننج، وفي ملف تاني يمثل 10,000 صوره للتست. يبقى هو قاسمهم لي، هو جايبهم متقسمين على طول في 60,000 60,000 عينه للتريننج و10,000 للتست، وحطيتهم لي سي اس في فايل على طول جاهزين. تخيل انت بقى طبعا دول لو كانوا 60,000 صوره كان هيبقى الحجم اكبر بكتير، هما دلوقتي حجمهم حوالي 128 ميجا. فعشان طبعا احنا استخدمنا الفورمات السهل ده على طول عشان ما تضطرش بقى نفتح صوره صوره ونقراها ونتعامل معاها ونخزنها وخلافه. طبعا تخيل انت الحجم هيبقى عامل ازاي. فاحنا برضو هنناقش هنا اسلوبين مختلفين. نفس الكلام هنا ممكن تجيب حضرتك من عند الكود فوق وتشوف الناس المستخدمين. فاحنا ده الراجل اهو الاولاني، وانا برضو خدت الفايل ده بتاعه وهنزله لكم ان شاء الله. وهنشوف بقى كده هو ايه اللي هو عمله في الداتا سيت بتاعه. طبعا احنا ما بنخشش في الديتيلز بتاعه
الالجوريزمز المختلفة، لان دي ممكن تقرا حضرتك عليها. لكن هنا في حاجة مهمة، ان احنا هنحتاج موديول اسمه كيراس، موديول تبع حاجة اسمها تنسر فلو تبع جوجل، حاجة اسمه كيراس. والكيراس دوت مش نازل باي ديفولت مع الـ الـ مع الـ الـ مع الاناكوندا مع الجوبيتر. فانا هحط لك لينك تحت لو حضرتك النظام التشغيل بتاعك ويندوز، لينك فيديو على طول امشي عليه عشان تنزل الكيراس دوت عشان تعرف تطبق الاكزامبل دوت. ولو هحط لك لينك تاني لو انت لينوكس او ماك او يعني نظام تشغيل تاني عشان تنزل كيراس. طبعا بعد ما هتنزله هوري حضرتك بس حاجة، ان المشكلة ان انت ما تنزل كراس مش هتحط هتنزلها على حاجه اسمها انفايرمنت جديد، فمش هيبقى ليه ان مش هيبقى نازل عليه البانداس والمات بلوت لايبرري والحاجات اللي هي بتاعتنا اللي احنا محتاجينها في الشغل بتاعنا. فعشان تنزلهم هوريك تنزلها ازاي. حضرتك بعد ما هتنزل الكراس هو هيطلب منك ان انت تعمل حاجه اسمها انفايرمنت جديد وسميها الاسم اللي يعجبك. احنا هنا سميناها الدي ليرنينج زي ما انت شايف كده. انا طبعا سميها انت اي اسم، سميها كراس، سميها اي اسم يعجبك. فعلى الاناكوندا نافيجيتور هنا، هنا طبعا الهوم انت عشان تستخدمه في هتعمل لونش للجوبيتر هنا ماشي، مش على البيز. في العادي هيبقى في عندك هنا بيز وفي عندك الاسم اللي انت سميته، فانت طبعا بتختار من هنا ايه الدي الاسم اللي انت سميته بتاع الانفايرمنت ديت وتعمل لونش للجوبيتر هنا. هنا بقى انت هنا اما تنزل هتخش بقى كلمه انفايرمنت، هنا هتلاقي كل الموديولز والحراك منزلها على الدي ليرنينج او الانفايرمنت الجديده ديت. هتلاقي طبعا لو في عندك حاجه مش موجوده هتختار من هنا اول كده مثلا، وتختار تكتب بقى اسم البايس اللايبر اللي انت عايزها مثلا بانداس زي ما انت شايف كده، هيبتدي يجيبها لك. طبعا انا عامل عليها صح لان نزلت خلاص، لو هي مش هتعلم عليها صح هتعلم عليها وتقول له ابلاي من تحت هينزلها. وهكذا المات بلوت لايبرري البانداس والنام باي ويعني اي حاجه اس كي ليرن، اي حاجه يقول لك ان هي مش موجوده تبتدي تروح منزلها بهذا الاسلوب. يبقى كده حضرتك هتنزل كراس ثم هتنزل على الانفايرمنت الجديده ديت بقيه الموديولز بتاعتنا اللي احنا عايزينها. طيب انا نرجع بقى للشغل بتاعنا بعد ما حضرتك تنزل بقى الكيراس. انا خلاص نزلت البرنامج اهو كوبي وبيست، هحط لحضرتك لينك ده على طول في التعليقات. ادي الداتا سيت بتاعتنا، وزي ما احنا شايفين يا جماعه عباره عن الشيب بتاعها زي ما احنا عارفين على طول. انا طبعا حملت، انت نزلها على طول من اللينك برضو. انا هحط لك اللينك هنا على طول، هتلاقي هنا في عندك فايلين هنا موجودين اللي هو امنست ترين وتست، نزلهم وحطهم في نفس الموديول زي ما احنا متعودين. بعدين هتحط نفس الفولدر اسف، زي ما انت شايف كده قلنا الشيب هيديك 60,000 في 785، 60,000 صف معناها 60,000 رقم في 785 عمود. طبعا انت متخيل كده الحجم ازاي بتاع الداتا ست. 785 دول عبارة عن أول واحد فيهم اسمه الليبل هو ده رقم كام، يعني أول حاجة دي تمثل رقم 5، واللي بعد كده هو 784 العمود التانيين عبارة عن ال 28 بكسل في 28 بكسل، فبادئين من واحد في واحد، واحد في اتنين، وهكذا لحد الآخر. طبعا احنا هنا نفس الكلام هتعمل ريد للتست للفايل اللي هو بتاع التست، ونفس الكلام ادي الهيد بتاعه، ونفس الكلام الليبل، وبعدين ال 28 في 28 بكسل. طبعا برضو في كنوع من انواع الدراسة بنستخدم هنا الكاونت بلوت بدل الهيستوجرام اللي احنا كنا بنستخدمه هناك. لمين؟ للواي ترين، عشان اشوف هل الداتا متوازنه ولا لا. هنلاقي تقريبا اهو الارقام من 0 الى 9 تقريبا متوزعين بشكل متساوي على الداتا سيت كلها، تقريبا يعني متوزعين بشكل متساوي. طبعا لو انت حبيت تعلن تعرض اي رقم فيهم زي ما انت شايف كده، ادي احنا اخترنا مثلا اللي هو عند الصف رقم 60، و حولت انا بقى هو ري شيب، عملت ري شيب، خدت الصفوف كلها وحولتها الى حولها ل 28 في 28 عشان اعرف اعرضها كصوره وايمج دوت شيب. ادي الاوامر هنا قدامنا، عرض لي الرقم اهو، هنا طلع الرقم ده رقم 4. طيب لو فرضنا انا ممكن اخد اي رقم تاني بقى، لو فرضنا مثلا خدت رقم عند 160 وعملت رن هيديني الرقم اللي هو متخزن عند اللي هو 160. طبعا هو هنا هنا عم يديني طبعا ايه ايرور. احنا طبعا هنعمل طبعا ران للايه للموديول من الاول.
عشان يقرا الداتا ونشوف المشكله بتاعه الانبوتس. طبعا ده وارد ان هو يحصل، هنحتاج طبعا شايفين هنا واخد بياخد وقت قد ايه عشان يقرا بس الداتا. دلوقتي حجم الداتا يعتبر كبير، خد بالك كمان تخيل لو كانت كمان صور. احنا قلنا لو حضرتك فاكر انا قلت لك ان في عقبه واحده فاضله قدام حضرتك، هتبان بقى دلوقتي لما بدانا نتعامل مع داتا سيت حجمها كبير، في عقبه بقى واحده بس فاضله. وانا ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هقول لحضرتك ازاي نتغلب على هذه العقبه عشان يبقى عندكش مشاكل ان شاء الله في الماشين ليرنينج. طبعا خلاص احنا كده ايه عملنا ران. لازالت المشكلة قائمة؟ لا خلاص اهي اتحلت اهي اشتغلت. احنا وانا بقلل كده بس في الارقام، طبعا انت ممكن تحط اي رقم يعجبك هنا، لكن انا لفت نظري الاتي الرقم اللي هو عند 160. لو تلاحظ كده رقم اللي قدام حضرتك ده 160، انت حتى كإنسان عادي ممكن لاول وهلة يختلط عليك هل ده رقم 4 مثلا، شكله 4 كده من فوق، ولا رقم 6 ولا رقم 8. يعني شوف قد ايه الداتا سيت ممكن تكون متشعبة ويقدر يعمل حاجة. طبعا انت لو بدأنا كده نشوف نستبعد الاحتمالات، طبعا هو صعب تكون 4 لان نادرا لما يحصل 4 تروح حد عامل لها الدالة من تحت، يتخيل وهي بتتكتب. طب برضه اللي هيعمل 6، لو فرضنا هينزل كده من 6 من تحت فوق، نادرا ما يروح عامل الكسرة اللي في الشمال خالص دي، يبقى اذا غالبا في الاغلب ده رقم 8، ولكن هو مع الصربعة ما قفلش الايه الدار اللي فوق. طبعا هنا انا ضفت خطوه على البرنامج الاصلي، ايه هي؟ انا عايز اعرف الرقم ده فين في الداتا سيت، رقمه كام في الداتا سيت، متعرف كام. فانا هنا برضو انا هنا رسمت عند الاي لوكيشن 8، وهقول له كمان حط لي التايتل فوق، التايتل فوق الصوره دي اللي عند الوايت رين اللي هو الليبل بتاعه اللي هو 8. هنعمل كده ران هنلاقيه فعلا رقم 8 زي ما احنا متوقعين. فشوف قد ايه الداتا سيت ممكن تبقى حتى يميز حاجات احنا حتى كبشر ممكن يبقى تميزها بصعوبة شوية. طبعا برضو كالعادة برضو هنا خلاص ده عشان نعرض الصورة، لو عايز تعرض اي رقم بقى في عندنا هنا الواي ترين فاليو كاونتس، برضو هنا العدد بتاعهم قد ايه عشان زي ما احنا قلنا يشوف متوازن ولا لا. طبعا الاعداد ده هي زي ما احنا شايفين متقاربة تقريبا 6000 وشوية 5000 وشوية. طبعا كالعاده بقى الاكس تيست هنشيل بس كلمه، هنشيل الليبل العمود هو بتاع الليبل، وعشان ده هيبقى الواي تيست الليبل بتاعنا هنعمل حاجه اسمها نورماليزيشن، ان انا هخلي بدل الارقام ما تاخد من 0 الى 255 هخليها من 0 ل 1، وبالتالي الارقام بتاعتي كلها هتبقى واخده من قيم من 0 ل 1. هنحتاج نعمل شويه ري شيب كده للداتا سيت بتاعتنا، وهنعمل حاجه اسمها ليبل انكودنج، احنا مش هنخش بقى في الديتيلز عموما، وهنعمل ترين وتيست سبليت زي ما احنا عارفين قبل كده، زي ما احنا عملناه قبل كده. وهنا هنستخدم احنا هنا بنستخدم التريننج لان احنا هنحط هنا التريننج، و فالمقصود هنا هاخد جزء للفاليديشن، هاخد جزء للفاليديشن من التريننج، وهستخدم نفس الامر بتاعنا اللي هو ترين تيست سبليت. والسايز خدت منها 10% اللي هو من اللي هم من كام يا جماعه؟ من ال 60000. انا كل ده شغال على التريننج بس، ال 60000 خدت منهم 6000، وزي ما احنا شايفين سميته هنا اكس تيست عشان اعمل عليه التريننج. طب هنا بقى هيستخدم موديل اسمه convolution neural networks، وده طبعا موديل يعني كبير شويه تقيل شويه، النيورال نتوركس اللي هي الخلايا العصبيه وconvolution neural networks، والحاجات دي من الحاجات المستخدمه يا جماعه في الديب ليرنينج. الموديولز دي من الحاجات المستخدمه بشكل كبير في الموديول في الديب ليرنينج، يعني مش هنخش بقى في الديتيلز عموما هو عملها ازاي واستخدمها ازاي، لكن انا اللي يهمني هنا الاتي ان احنا لما جينا نعمل بقى تريننج يا جماعه للموديل ده، لما جينا نعمل تريننج للموديل في ال في الالجوريزم ده او عموما كمان في الديب ليرنينج بيستخدم حاجه اسمها ايبوتش. الايبوتش ده بيبقى مثلا 100 واحده، فاحنا مثلا لو شفنا كده في البرنامج الراجل الاصلي اللي احنا هحط لكم اللينك بتاعه هنا، خد تقريبا التايم حوالي 60 مللي سكند او 48 مللي سكند لكل واحده فيهم. فالاجمالي طبعا في المية لما تيجي تضرب في 100 بقى يبقى انت بتتكلم في ثواني معدوده، لكن عندنا احنا على الكمبيوتر بتاعنا لما جينا نعمل فيت للموديل ده بص كده تقريبا التايم كان حوالي 7 ثواني وتمن ثواني وساعات 9 ثواني كمان الايبوتش الواحده. فاضرب بقى انت يبقى بتتكلم في حوالي 800 ثانيه عشان يعمل تريننج للموديل ده.
خد حوالي 800 ثانية، اقسمها بقى على 60 أظن يطلع حوالي 13 دقيقة ونص أو حاجة زي كده تقريبا. يبقى إذا هنا أما بدأت بقى تكبر حجم المودلز بدأ يعتمد على إمكانيات الجهاز بتاع حضرتك. طبعا أنا الجهاز بتاعي تقريبا كور أي 5، كنت شاري من مدة يعني من كذا سنة، ورامات 6 جيجا، فخد حوالي مني ربع ساعة مستني الخطوة دي تخلص. طبعا ايفالويشن هنا الموديل، طبعا احنا يعني لو كنا في الديب ليرنينج والحاجات دي بيبقى هنا الاكيورسي عماله بتزيد مع كل مره لحد ما وصلنا في الاخر لحوالي 98%. الاكيورسي يا جماعه وصلنا مع كل اللخبطه والعك اللي موجود في الكتابه دي لاكيورسي 98% صح، فوق ال 98% صح. فانا هتحرك اللينك، هتحرك اللينك زي ما احنا شايفين كده هنا، ادي الفاليديشن لوس، وادي الترين لوس، وادي هنا الاكيوميليشن بقى التكامل اللي هو الاكيوريسي بتاعتنا قد ايه، زي ما احنا شايفين بتقرب ليه الواحد في الترين و الفاليديشن. طبعا هو هنا ما جربش على التيست، ما جربش على التيست في الاكيوريسي، المفروض يحط التيست في الاكيوريسي. طبعا هنا بقى في بقى لينك تاني هحطه برضو مستخدم نفس الداتا سيت، برضو ماشي، برضو مستخدم كونفوليوشن نيورال نتوركس سي ان ان، برضو زي ما احنا شايفين كده برضو بيعرضها لك باشكال مختلفه. لكن هنا في كذا ميزه في اللينك ده، انا عايزك برضو تعمل بقى انت كوبي وبيست اللينك ده، خد بالك هنا بيشرح جزء جزء ثم بيجمع لك في الاخر الاكزامبل على بعضه. طبعا هو عمل حاجات كتير متشابهه من اللي احنا خدناها، وعمل تيون اكتر للموديل بتاعه، واستخدم بقى اللي هو كي فولد اللي هو الكروس فاليديشن عشان يظبط التيون بتاعه. هنا بقى اما جيت انا خدت البرنامج ده وطبقته عندنا، اما جيت طبقت انا البرنامج عندنا خد مني تايم قد ايه يا جماعه الخطوات دي؟ خدت عشان الحته دي بس خد فوق الساعه، خد ساعه وحوالي ساعه وتلت مثلا ولا حاجه عشان بس يعمل الكروس فاليديشن عشان يظبط يعمل تيوننج للموديل بتاعه. لكن في المحصله في الاخر جاب اكيوريسي كام؟ الاكيوريسي بتاعته في الاخر فوق ال 99%، 99 و12 من 100، 99 وحوالي 12 من 100، يعني الاكيوريسي بتاعته فوق ال 99%. بس طبعا الكروس فاليديشن خد مننا تايم حوالي ساعه وربع، ساعه وثلث، غير الفيت بتاع الموديل نفسه بعد ما ظبط خلاص الفاين تيون بقى. لكن هنا في، انا هشرح لك اللينك ده ليه بقى، هو في الاخر هنا عمل حاجتين جمال جدا. الحاجه الاولى انه حط لك ازاي بقى هو انا كل شويه هعمل تريننج للموديل ده ويستهلك مني الوقت ده كله، ولا خلاص عملت تريننج مره كفايه؟ لا كفايه طبعا، وهسيف بقى الموديل ده عندي. فانا هنا في الاخر هتلاقي ازاي تسيف الموديل ده، تعمل له سيف ماشي. طبعا انكريز موديل ديبث وبدا يحسن في الاكيورسي بتاعته لحد ما وصل فعلا فوق ال 99%، اهي احنا حققنا فعلا القيم ديت. وفي الاخر ازاي تسيف الفاينل موديل، عشان كده هتحرك اللينك ده وانت جربه بقى عندك عشان تسيف الموديل ده، عشان ما تحتاجش تعمله تريننج كل شويه. المفاجاه بقى هنا في حاجتين، الموديل خلاص انا سيفته بعد ما تعمله تريننج. رقم واحد، حجم الموديل ده قد ايه؟ 1.3 ميجا. تخيل انت التريننج اللي احنا عملناه، الداتا اللي عملنا عليها تريننج فوق حوالي 130 ميجا، لكن الموديل نفسه 1.3 ميجا، خلاص موديل صغير جدا. رقم اتنين، الموديل ده مجرد ما حضرتك بتعمل تريننج الموديل، التيست ما بياخدش وقت خالص، هات له بقى اي حاجه اعمل عليها تيست بيبقى اجزاء من الثانيه. ايه بقى الجديد كمان في اللينك دوت، ما كانش موجود في اللينك الاولاني، ان كمان ادالك لو انت عايز تدخل صوره بقى من بره، ادالك هنا تيست هنا صوره، لو انت صوره زي دي كده انت عايز بقى تعمل تشوف الموديل هيعرف يستنتج الرقم ده ولا لا، فبرضه هو منزل صوره هو، لكن انت ممكن تاخد الصوره دي وتغير انت فيها، امسح انت الصوره دي وغير انت فيها الرقم 7 ده، اكتبه اي رقم تاني حتى بالماوس كده ولا حاجه، وخلي الموديل بتاعك يعمل بريدكشن يشوف الرقم ده صح ولا غلط. طبعا احنا برضه خدت الايه الموديل ده وجربناه وقال لك في الاخر النتيجه اهي رقم 7 زي ما احنا شايفين، رقم 7 اهي تحت في الاخر قال لك رقم 7. فانا هحط حضرتك اللينك دوت، انا مش هديك انا بقى الملف جاهز عشان عايزك تقرا انت التفاصيل والديتيلز دي مهمه جدا، وتجرب بنفسك وتسيب الموديل عندك بعد ما تعمله تريننج على الجهاز بتاعك، و سميه بقى الاسم اللي يعجبك
وجرب صورة بتاعته وجرب صورة تانية، بس طبعا انا افضل انت تغير في الصورة بتاعته. هو ليه؟ عشان هي دي مظبوطة على الحجم على المقاس اللي متوقعه. الموديل هي 28 بكسل، في 28 بكسل، فخد الصورة ديت انت وعدل فيها، امسح انت فيها بقى لون، يعني خلي اللون الابيض دخلوه اسود، و اكتب انت رقم تاني وجرب، شوف الموديل بتاعك اللي معمول له تريننج جاهز عندك على الجهاز بتاعك هيعرف يستنتجها ولا لا. طبعا احنا كده حطينا رجلك على عتبة الديب ليرنينج. الموديل كيراس اللي احنا نزلناه دوت، لو انت نزلته او تنسر فلو، ده اصلا شغال مع الديب ليرنينج. وهنا بانت العقبة الحقيقية اللي هتبان قدام حضرتك، هي امكانيات الجهاز اللي انت شغال منه ايه هي. وان شاء الله في الفيديو اللي جاي اللي هو غالبا هيبقى نهاية هذه السلسلة، هدي حضرتك هدية انك ازاي تتغلب على بسهولة على عقبة ان الجهاز اللي حضرتك شغال منه ليس بالجودة الكافية ان انت تعمل تريننج للمودلز بحجم كبير. افتح انت بقى كيجل او اي موقع تاني من المواقع اللي فيها داتا سيت، وجرب انت بنفسك بقى نزل داتا سيت وشوف امكانياتك انت تقدر تشتغل فيها تعمل فيها ايه. ولو خاصة موقع زي كيجل مديك اكواد ناس اشتغلت، شوف الاكواد بتاعتهم وادرسها وذاكرها. احنا كده تقريبا بنفنش خلاص في السلسلة دي كمقدمة، وانت دلوقتي تقدر تقف على رجلك تفهم اغلب الكود بيتكلم عن ايه، بيتعامل ازاي الاجزاء الرئيسية، وتقدر ان شاء الله تكمل تواصل بعد هذه السلسلة. وجرب انت اشتغل بايدك، هو ده الفيصل والمهم جدا في الماشين ليرنينج، انك تجرب وتشتغل بايدك. وان شاء الله اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي.